في التحليلية. هجوم قرب مبنى للداخلية التركية في أنقرة، والسلطات تتعهد بمواصلة حربها على الإرهاب، أي سياقات للحدث الأمني؟ دعوة إلى محاربة التكفير في افتتاح أسبوع الوحدة الإسلامية في طهران، ما المسارات لتفعيل مفهوم الوحدة في مواجهة التحديات المشتركة؟ من العزف في الأحياء الشعبية إلى الأوركسترا الوطنية، أي رهان ثقافي ووطني تعقده فنزويلا على الموسيقى؟ في وثيقة اليوم تقرير يرصد ارتفاعا في عدد الرؤوس الحربية النووية في العالم، ما المخاطر؟ وفي قضية اليوم الصين تصف الولايات المتحدة بإمبراطورية الأكاذيب، كيف أتقنت واشنطن استغلال الفضاء العالمي للمعلومات لتحقيق غاياتها؟ التحليلية تأتيكم يومياً الساعة 5 مساءً بتوقيت القدس الشريف.